صديقنا عبد الغفور حب يشتري شقة. بصراحة الرجل عمل العالي، زار أكتر من وحدة سكنية، قارن ما بين الوحدات من حيث المستقبل العقاري لأنه بيهمه جدا لما يجي يبيع بسعر أغلى، كمان قارن من حيث التصميم المعماري لكل شقة، من حيث الواجهات اللي بتطل عليها كل شقة سواء شمالية شرقية جنوبية غربية، وطبعا كان بيحبز الواجهات الشرقية والشمالية عشان يضمن التهوية الجيدة. عبد الغفور كمان سأل عن أسعار السوق العقاري عشان يضمن أن السعر اللي اشترى بيه سعر مناسب ومفيش غلاء فيه. ولما استقر عبد الغفور على الشقة اللي يشتريها، عبد الغفور خد محامي مش من نفس المنطقة اللي اشترى فيها الشقة عشان يضمن عدم تواطؤ المحامي مع البائع. كمان اطلع على كل مستندات الملكية، كمان راح الشهر العقاري وتأكد أن كل المستندات صحيحة وسارية المفعول، كمان اتأكد أن الشقة مفيش أي خلافات من الورثة عليها، كمان نتأكد ان الشقة لها عدادات كهرباء ومية وغاز وليست بطريقة الممارسة. عبد الغفور تحقق من كل الإجراءات القانونية، كمان تحقق من كل العقود وكل التوكيلات الخاصة بالشقة. عبد الغفور من حيث الإجراءات القانونية ما يعرفش أبوه، وفي اليوم اللي عبد الغفور هيدفع فيه الفلوس وهيبدأ يمضي العقد لشقة أخت الشقة بالظبط بنفس كل المواصفات للشقة، ولكن صاحب الشقة التانية كان طالب سعر أعلى. عبد الغفور هنا بدأ الفار يلعب في حجره، بدأ الشك يملى دماغه وبدأ يتساءل اشمعنى الشقة دي أغلى من دي. ولما راح يشوف الشقة التانية صاحب الشقة قال له أصل الشقة بتاعتي آمنة إنشائية، مفيش أي مشاكل في خرسانات الشقة. وكشف لعبد الغفور جزء من التسليح، عبد الغفور شاف التسليح كأنه معمول امبارح، لقي فعلا خرسانات الشقة جيدة جدا، ولقي فعلا حالة التسليح جيدة جدا ومفيش أي شروخ في الشقة. ولما اتأكد من أساسات العمارة، لأن أساسات العمارة متينة جدا وتربة التأسيس كانت صالحة جدا، لأن كان في حد حافر بجوار العمارة أو بالقرب منها، وكانت تربة التأسيس ظاهرة جدا قدام عبد الغفور إنها جيدة. هنا عبد الغفور مش عارف ياخد القرار، جاب مهندس وقال له باش مهندس أنا عاوزك تعين الشقة دي والشقة دي. المهندس لما جاء وعمل المعينة لأن الشقة الأولى السقف بتاعها منتهي تماما، التسليح كله في حالة فشل كامل، وصلت نسبة الصدأ فيه أكتر من 20%، بدأت الخرسانات كلها تبدأ تشرخ. المهندس قال له يا حاج عبد الغفور أنت لو حبيت ترمم الشقة دي هتدفع أكتر من 150 ألف جنيه ترممها. وهنا عبد الغفور خد القرار الصح. عبد الغفور الشقة التانية كانت غالية 50 ألف جنيه بس، لما حسبها في دماغه قال أنا لو خدت الشقة الأولانية وصرفت عليها 150 ألف يبقى أنا كده خسرت 100 ألف جنيه زيادة. عبد الغفور فضل الشقة اللي غالية 50,000 جنيه واللي ما فيهاش أي مشكلة إنشائية، فضلها ودفع الفلوس وخد شقة آمنة إنشائية، لأنه مش عاوز يدخل نفسه في مشكلة ترمات، ومش بس كده، ده بعد ما يرمم هيدخل نفسه في مشكلة تشطيبات، ممكن الرقم يوصل الفرق فيه ل 250,000 جنيه. عبد الغفور بالطريقة دي قدر ياخد الإجراءات المثالية لشراء شقة. الفيديو ده اتعمل عشان نتعلم من عبد الغفور.